منظومات رادار متطورة في الأنبار والديوانية. ربما هذا الأمر يثير علامات استفهام خاصة وأن الهجمات تأتي من تركيا ومن إيران. لا، ما بي علامات استفهام. انت المفروض تغطي العراق كله يعني بالمناسبة في هذا الموضوع. يعني لا ممتاز، الان طالع من هجمات من تركيا، يعني اول ما تنشرها تنشرها بالانبار اوكي هي تنشر في كل العراق المفروض، لكن انت تعرف الخطة بدت بالانبار والديوانية وبعدين مستقبلا في نينوى والبصرة وكركوك، ديالى عوفة، كردستان عوفة. ما هي الهجمات تجيك من ايران ومن تركيا. هسه احنا خلي ينفتح باب الخير يا استاذي العزيز، يعني انت تعرف هاي صار قد يتفاوضون عليها بالمناسبه. يعني من قبل سنتين من اجت وزيره الجيوش الفرنسيه وتكلمنا ويا وزير الدفاع، اكو هي عاليه التردد، هي مو يسموها يعني الكشف العالي، لا اكو عاليه التردد واكو منخفضه التردد، اكو رادارات تكشف 600 او 500 كيلو متر يا عيني. زين انت ماكو مشكله انت تخليها بتكريت بس تكشف مساحات واسعه. احنا الان نتكلم عن الاهداف العاليه، بعد عندك الاهداف المنخفضه. زين همين هذه رادل رادارات هذه تم الاتفاق عليها ويا فرنسا. احنا ثم دقيقه خلينا نتناقش شويه، يعني ترى فاجأتني، يعني من يخليك تخلي رادارات في اقليم كردستان؟ يعني احنا خلينا نكون واضحين. وبعدين الرادار راح يميز الهدف. اكو اربع مراحل بالدفاع الجوي يا استاذي العزيز، مرحله كشف والتمييز والتصدي ونوع الهدف. يعني انت اول شيء راح تكشف الهدف ثم تميزه هل هذا صديق ام عدو، ثم بعد ذلك مرحله التصدي الى الهدف. هذه هسه احنا جبنا رادارات لكن يحتاج وياها تعرف انت مضادات جوية فعالة جدا وبمداريات بعيدة. احنا بهذه المنظومات مثلا تحتاج الاس 300، تحتاج الاس 400، الاس 400 بس طبعا ليس من السهولة الحصول عليها هذه. فلذلك هذه المنظومات هسه بدايتها خل تكون خير، خل نكشف الاهداف، خل نعرف المسيرات. هذه منو قال راح تكشف المسيرات؟ احنا هسه بلاءنا مو بالقصف بالنسبه لداخل الحكومه الاتحاديه، بلاءنا بالمسيرات، لكن يمكن بالاقليم هي مشاكل المسيرات التركيه البيرقدار وما شابهها والاف 16. هذه المشكلة. هسه احنا ما يخالف خلينا نميز الاهداف نجي مرحلة مرحلة، لكن يعني انا اسأل كل هاي الفترة البرلمان وين كان عن تخصيص مبالغ مالية الى وزارة الدفاع؟ زين من اجل التعاقد على الطائرات. زين هسه مو فقط طائرات، العفو، الرادارات والطائرات وغيرها وغيرها كثير من الامور. ليش هي موضوع التي 50 ايش قد صار اللي تكلمتوا عليه؟ زين ويعني واني يمكن اكثر الناس النادى بهذا الموضوع، يا خلصونا من الدين مال التي 50. الكوريا كان يطلبون 95 مليون دولار، بقت اربع سنين اخي نايمه هي بقاعده محمد علاء مشودره ونايمه. زين هسه يلا بدوا اول وحده بلشوا بيها وبعد ثلاث اشهر يجوز عده طائرات ايضا تدخل بالخدمه. موضوع لا تتصور، احنا عندنا بطء بعمليه التسليح. وطبعا بالمناسبه خلي يسمعني الجميع، البطء مو صوت لا وزاره الدفاع ولا يعني لا التخصيصات الماليه، التخصيصات الماليه، وهنالك من لا يريد تسليح الجيش العراقي. لا تسالني، ارجع على الضباط القدماء اللي ما احكيك قبل 2003، لا ما بعد 2003، احكي خلي يحكوا لك اللي كانوا بالدفاع اللي حاليا طلعوا متقاعدين وغيرها، خلي يحكوا لك منو كان اللي يوقف بوجه تسليح الجيش العراقي. سيد سرمد، يعني هناك مستفيد ان سمحت لي من عرقلة عقود التسليح، هل بات هذا الملف ملف التسليح وتنويع مصادر التسليح ايضا في البلاد يعني مناط بالمزاجيات واهواء السياسيين اذا في البلاد؟ شوفي أنا ما راح أتكلم بهذا الموضوع، يعني مو بالمناسبة لا تصوري خوفا، لا من أجل ما أثير ضغائن أخرى قد نكون نسيناها. زين ما أرد أثير في مواضيع ربما يرجع بها الشحن ويرجع بها كثير من الأمور. نعم للعلم
كان مقرر للجيش العراقي، هذا اللي نشوفه كان مقرر سلاح البي كي سي والبندقية والقاذفة، زين، لكنه بعض الأبطال الموجودين والإرادات الموجودة خلتنا نجيب الاف 16 وخلتنا نجيب البرامز وخلتنا، ولذلك شوف احنا لحد الآن ما مدى نقدر نجيب. احنا المفروض هذا مو احتياجنا الفعلي للفرق العسكرية، يعني اللي ذكر قبل 2003 ترى وصلنا إلى 60 فرقة عسكرية.